اسمع لحدا من بعيد او من قريب الصوت حيث. اذا الصوت حيث الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والحكم اللبناني من 43 لليوم، لانه هالدولة وهالشرعية وهالحكم ما بحياتهم كان عندهم قضية. اليوم نحن كمقاومة لبنانية ونحن كعوات لبنانية عنا قضية، وهالقضية هيدي بتخلينا ما بقى نسمح لحدا لا من بعيد ولا من قريب يشرب الصوت حي. نحن قررنا إذا ولا البد مصيرنا بخطر هون، نحن بنعمل ناخد المخاطرة، نحن بنعمل ناخد هالتحدي هيدا، نحن رح نقاوم مهما كان الثمن، رح ناخد هالمخاطرة علينا. إذا صمتنا منكون بنينا بلدنا 100 سنة لقدام، وإذا انكسرنا ما نقبل نعيش لاجئين ببلاد العالم، منموت لهالبلد.
الغرور بحاجة لتحرير، والعيشية بحاجة لتحرير، والشمال بحاجة لتحرير، والبقاع بحاجة لتحرير، وبيروت بحاجة لتحرير، لبنان كله سوا بحاجة لتحرير. ومن سقايتنا وقفات وشوقات، وحدك يا بلدنا جل السحر جال، كرمال الكرامة وشموخ الشهامة بتجيب العلامة من بعد الطوفان. هزت منازلنا صيحات العدوان، صرخت ما دافعنا ايدك عن لبنان. هزت منازلنا صيحات العدوان، صرخت ما دافعنا ايدك عن لبنان. نحن كقوات لبنانية بدنا نقلكن انه نحنا ما رح نقبل انه بلادنا تبقى سايبة متل ما هي هلا، ونحنا ما رح نقبل انه اي جزء من بلادنا يروح لاي مكان. بحر وشط وشراع وسفينة.